معالي الوزير عبد الله بن حيف النعيمي، معاليكم، يعني ذكرتم أمثلة جميلة في قرب المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لحاجات المواطن، ويلتمس حاجات المواطن من خلال الزيارات التفقدية. كذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كذلك كانت له علاقة مباشرة مع المواطنين، مع الإماراتيين، مع شعب دولة الإمارات من مقيمين أبناء الوطن، مقيمين ومواطنين. حدثنا عن ذلك كونكم أحد الوزراء في 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 وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع الجمهور، مع حاجات المجتمع. بلا شك أن سمو الشيخ محمد صاحب السمو الشيخ محمد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يلتصق بالعامة. يعني اليوم قليل من الزعماء تراهم يتواصلون بشكل مباشر مع مواطنيهم. لصاحب السمو مواقف عدة في تطوير البنية التحتية، في احتياجات الناس، ولكن سموه ينظر أبعد من الحاجة الآنية. أنا أذكر أننا كنا نتكلم عن مع زملائي أعضاء مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان عن احتياجات الإمارات المختلفة، ووصل الموضوع إلى صاحب السمو طلبنا وقال يا عبد الله هل عندك إحصائيات للإسكان أو احتياجات الإسكان للإمارات من أبوظبي للرأس الخيمة والفجيرة للعشرين سنة الجاية؟ رجل ينظر إلى المستقبل من خلال تخطيط استراتيجي واضح. صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد مصدر ثقة عالمية، ليس يعني ثقة الناس في دولة الإمارات فقط، ولكن الثقة العالمية. عندما تذهب أنت ممثلا لرئيس الدولة للشيخ محمد، الكل يرى فيك خيرا. هذا وايد مهم. صاحب السمو الشيخ محمد ملهم للشباب. لو ترى هذا الجمع الذي نراه كل عام للشباب يلهمهم بمفردات تجعلنا أكثر عشقا، أكثر قربا لوطننا، بجانب أنه قائد ملهم للقيادات الأخرى، ترى ذلك من خلال ما قدمه سعادة الوكيل. أنه اليوم أنت لا تستطيع أن تثق في هذه التنمية إن لم يكن لديك ما يحمي هذه التنمية. لذلك قدرة صاحب السمو على تطوير قواتنا المسلحة ليس فقط لتطوير ولكن لحماية المنجز، وهذا وايد مهم. لذلك تجدنا نحن في دولة الإمارات في الخمسين سنة الماضية أنجزنا ما لم تنجزه دول في عقود، لأن تنميتنا مؤملة، والكل يعرف، الجار يعرف والبعيد يعرف، ويعرف قدرة سمو الشيخ محمد على فهم حماية المنجز. لذلك إنجازاتنا ولله الحمد تحظى بهذا التخطيط الاستراتيجي اللي يراه هو للعشرين سنة قدام، ما ينظر إلى بيت مثل ما كنا ننظر له نحن، والله محتاج مقيوين ومحتاج كذا، يقول هل عندك عشرين سنة؟ هل عندك احتياجات العشرين سنة؟ وهذا ترى وايد مهم في 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 بناء الدول، أن يلهم الشباب. هذا وايد مهم أنك أنت تجد هؤلاء الشباب ينظرون إلى صاحب السمو الشيخ محمد كقائد ملهم يجعل منهم قادة عظام يفكرون إلى الأمام دائما، بجانب فكرة في أن كل منجز إن لم يكن لديه ما يحميه
فهو بلا شك أنه معرض للخلل. نعم معالي الدكتور، يعني كذلك نحن في وداع مرحلة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، وكذلك استقبال مرحلة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وطال الله في عمره، بين هاتين المرحلتين كيف تنظرون إلى المستقبل أنتم بهذه الروح؟ بلا شك أنه الاستمرارية تعني الاستقرار. سمو الشيخ محمد قائدا ملهما طول عمره، من أن كان في القوات المسلحة فهو قائد، عندما ذهب إلى الكويت فهو قائد ملهم لعناصر القوات المسلحة، عندما أتى هنا ليبني ليقدم ما نراه اليوم من 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 منجزات فهو ملهم للشعب وللناس وللقيادات. سمو الشيخ محمد ربي يعطيه الصحة وطولة العمر الأكثر قدرة اليوم على فهم دولة الإمارات، لأن يعرف تاريخ دولة الإمارات، يتكلم فيه ويعلم أنه من خلال هذا التاريخ نستطيع أن نصرع الجغرافيا الأكبر، من خلال هذا التاريخ نستطيع أن نلم أنفسنا أكثر. لذلك في دولة الإمارات الكل تراه ملهما بهذا القائد الذي قدم نفسه كإنسان من باقي البشر، دائما تحصله مع الطفل في الشارع، مع الرجل الكبير يصل إلى السيارة، معنا نحن الحقيقة اللي اشتغلنا معاه كمسؤولين نجد كأنه عنصر من 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 من, من هذا الفريق، لا تجده بعيدا عن الناس. يعني أنا أذكر في أحد اللقاءات ربي يعطيه الصحة وطولة العمر يقول لفريق كنا لتطوير المنطقة الغربية، يقول يا جماعة ترى اليوم اختلفنا عن قبل، نحط المرأة في أي مكان، اليوم المرأة لابد أن يكون لها قدرتها ولا يبد أن يكون تمكينها ولا بد. رجل ينظر إلى تطوير المجتمع من خلال عناصره، ومن الصعب أنك تجد في أي مكان من العالم من هو أكثر فهما لدولة الإمارات، تاريخ دولة الإمارات، جغرافيا دولة الإمارات، ونفسيات الناس في دولة الإمارات. إنسان بسيط في وقت البساطة وإنسان حازم في وقت الحزم. نعم. وهذا ترى وايد مهم لا تجد في كثير من القيادات. نعم، صفات القيادة صراحة صفات مميزة، وهي موجودة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسدد خطاه معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي وزير دولة سابق عبر مايكروسوفت تيمز من الشارقة. شكرا لك على هذه المشاركة، وشكرا لك على هذه الإفادات والقصص الجميلة عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه، وكذلك عن تفاؤلكم بوجود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. شكرا لك. أنا أشكركم، واعذروني أني لم أتمكن خلال يومين الماضيات أن أكون معكم. العفو.